أنا يقولوا لي مثلا صحفي رياضي يا حفيد علاش تكتب في السياسة مثلا؟ أنا عمري ما كتبت في السياسة، كتبت في شؤون بلدي. أنا عمري ما دعوت إلى فكر سياسي، ولو أن هذا من حقي ومن حق كل واحد فيكم. ومن وجهة نظري الصحفي الذي لا يتفاعل مع شؤون بلده ليس صحفيا. غدوة مثلا كيمارانا هنا، غدوة بعد الشرط صار حرب في الجزائر مع أي بلد، نصير كلنا جنود. هل أنا رح نكمل نكتب في الرياضة واللي مختصة في الثقافة تكتب على سهرة غنائية ومش عارف واش؟ مستحيل. فرح يصير هذا الصحفي جندي من جنود هذا الوطن، الآخر حامل مسدس وانت حامل قلم أو صوتك أو صورتك. أنا نقول لهم أنا صحفي، والمعهد اللي قريت فيه ما فيهش تخصص رياضة وثقافة وسياسة وفن واقتصاد. فيه كان فيه زمان اتصال سمعي بصري وصحافة مكتوبة، هكذا كنا في 80s و 90s القرن الماضي. اليوم الآن تطورت الأمور.